بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل ما يشهده العالم من أضرار اقتصادية وإنسانية لتفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي يدفع دول العالم بشكل صارخ إلى توحيد الجهود لإصلاح تداعيات التغير المناخي حفاظاً على التنوع البيولوجي، وانطلاقاً من دور دولة الإمارات العربية المتحدة وإسهاماتها في حماية الحياة الفطرية من خلال ما تقدمه من مبادرات وبرامج ومشاريع محلياً وعالمياً. فإنني نيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أرحب بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيلقي محاضرة عن بعد بعنوان ما بعد كوفيد-19 وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.
أنا أتقدم جزيل الشكر والتقدير لمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية على استضافتنا في هذه المحاضرة بالتزامن مع المناسبة عالمية وهي اليوم يوم البيئة العالمي. أود الإشارة بهذه المناسبة إلى أن حماية البيئة واستدامتها والتنوع البيولوجي سيكون محط اهتمامنا واهتمام قيادتنا في مرحلة ما بعد كوفيد-19، حيث أن دولة الإمارات وتوجيه قيادتها وجميع مؤسساتها تعمل على مواجهة هذه الأزمة وتحويل هذه التحديات إلى فرص. نحن واثقون بقدراتنا وقدرات مؤسساتنا المختلفة على تجاوز هذه المرحلة والخروج منها بإذن الله بأكثر قوة وصلابة، سواء كان ذلك على صعيد الاستمرار في حماية البيئة وحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك تنمية القطاعات الأخرى لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة للإنسان على هذه الأرض الطيبة. كما أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى بالتضامن والاهتمام بتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على التنوع والموارد البيولوجية الطبيعية ومواجهة تحديات التغير المناخ في جميع أنحاء العالم، حفاظاً على الإنسان ومستقبله ومستقبل هذا الكوكب واستدامته. أكيد جهود دولة الإمارات مشكورة في حماية البيئة. معاليك، يتردد مصطلح التنوع البيولوجي بشكل دائم عند النقاش في القطاع البيئي، فما التعريف الأشمل للتنوع البيولوجي ومدى أهميته؟ وما طبيعة ما تتمتع به دولة الإمارات من هذا التنوع؟ تعريف التنوع البيولوجي أيضاً بأن هو ذلك التفاعل الناشئ بين جميع الكائنات الحية في وسط بيئي ما، الذي يبدأ من الكائنات الدقيقة وينتهي عند الكائنات الضخمة كالحيتان والأشجار وغيرها. يشمل ذلك كافة مناطق السطح على كوكب الأرض، من بينها الصحاري، المحيطات، والأنهار، والغابات. وتراوح عدد الكائنات الحية المشكلة للتنوع البيولوجي ما بين 5 إلى 80 مليون كائن حي على كوكب الأرض. ولله الحمد تتمتع دولة الإمارات بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، حيث أنها تشمل مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية ومواطن طبيعية برية ومائية تتميز بقدرة على التكيف مع الظروف المناخية السائدة. نظراً للموقع الجغرافي وطبيعة المناخ والتضاريس الخاصة لدولة الإمارات، تميزت الدولة بتباين الأنظمة الإيكولوجية والموارد الطبيعية، شملت نظم ساحلية وبحرية منها أشجار القرم، أشعاب الشعب المرجانية، موائل أبقار البحر، السلاحف البحرية، الدلافين وغيرها، بالإضافة إلى النظم البيئية الصحراوية الفريدة والنظم الجبلية التي تمثل موئلا لأنواع مهددة بالانقراض وعديدة، منها الطهر العربي، الوشق، المها العربي، الطيور، الزواحف وأنواع مختلفة. توفر هذه النظم البيئية الفريدة في دولة الإمارات مقومات لاستجابة لظاهرة التغير المناخي اللي هي تواجه العالم كامل، وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية والتخفيف من حدتها وتداعياتها، لما لها من تأثير هام في تخزين الكربون، تنظيم وضبط مستويات الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والعاصية. لله الحمد تتميز الدولة بتنوع في الموائل الطبيعية، تضم أكثر من 50 نوع من الموائل، تشمل موائل الشعاب المرجانية، الأعشاب البحرية، أشجار القرم، الصبحات، الكثبان الرملية، وعليه فقد تم تسجيل أنواع مهمة فريدة من النباتات والحيوانات ولا فقريات البرية والبحرية، وتوثيق أكثر من 3787 نوع من هذه الأنواع في الدولة. تحدثنا معاليك، متى بدأت جهود حماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات؟ حماية التنوع البيولوجي في الدولة ولله الحمد في البيئة المحلية والبيئة العالمية بدأت باهتمام كبير من الوالد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان قبل قيام اتحاد دولة الإمارات، ومع تولي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه مقاليد الحكم في أبوظبي عام 1966، ركز الوالد المؤسس على تحقيق دائما التوازن بين النهضة الاقتصادية والعمرانية وحماية البيئة ومواردها الطبيعية، وكذلك تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها. طبعا بدأ المغفور له بإنشاء محميات طبيعية واللي تشكل العديد من الأنواع الحية، من أهمها محمية جزيرة سربنياس، واللي تعد حاليا واحدة من أكبر المحميات اللي أقامها الإنسان في شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة والنوعية، وكذلك تضم أنواع آلاف من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض من الطبيعة، منها الظبي ذو العلامة السوداء، ماعز اليوريال، المها العربي، الريم، الغزلان الأدمي وغيرها من الحيوانات النادرة. طبعا على خطأ الوالد المؤسس استمرت أو سارت قيادتنا الرشيدة لدولة الإمارات في الاهتمام بالمحميات الطبيعية، حيث غدت اليوم دولة الإمارات تضم أكثر من أو ما يقارب 49 محمية على مستوى الدولة.
هناك عدة برامج إكثار وإعادة تأهيل، نفذت دولة الإمارات العديد من هذه البرامج لإعادة إكثار وتأهيل بعض الأنواع المهددة من الإقرار، وساهمت فعلاً في زيادة أعدادها وعادتها أيضاً إلى مواطنها موائلها الطبيعية، نقدر نقول على بشكل عجالة بعض هذه الأنواع. واحدة منها المها العربي، بعد إعلان انقراض المها العربي في سبعينات القرن الماضي، الوالد المفعول بإذن الله الشيخ زايد من سلطان طيب الله ثراه أخذ تحدي شخصي وأطلق برنامج ناجح للحفاظ على هذا النوع، وحالياً تحتضن دولة الإمارات بعد إطلاق هذا البرنامج أكثر من 6900 رأس منها من المها العربي، ومستمرين في مواصلة العمل على حمايتها. طبعاً تم إطلاق العديد من برامج توطين المها العربي في العديد من المناطق على مستوى الدولة، في محميات المها العربي الطبيعية في أبوظبي والتي تشرف عليها هيئة البيئة أبوظبي، ومحمية البيئة الصحراوية كذلك محمية المرموم. توجد أعداد من المها العربي في مركز إكثار حيوانات شبه الجزيرة العربية المهددة بالإنقراض في الشارقة، وأيضاً في حديقة حيوان حديقة حيوان في مدينة العين. النوع الأخرى منها إكثار النمر العربي، تم تنفيذ عدد من برامج التربية وإكثار الأعداد النمر العربي، نجحنا فيها نجاح باهر من خلال برامج التربية في الأسر واللي قام في مركز الحياة البرية في الشارقة. إكثار وإعادة توطين الطهر العربي، نفذنا في الدولة عن طريق مؤسساتنا المحلية مجموعة من برامج حماية الطهر العربي وإعادة إكثاره بعد أن كان على وشك الإنقراض في جزيرة سربنياس، ومراكز الإكثار متخصصة في مدينة العين، تم إعادة توطين أعداد كبيرة من الطهر العربي في محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة. نوع آخر أيضاً إكثار وإعادة توطين أبو حراب، اللي هو دولة الإمارات تحتضن الحين أكثر من 3000 رأس من المها الأفريقي أو ما يسمى أبو حراب. هذه قصة فعلاً نجاح كبيرة جداً على مستوى العالم، حيث دولة الإمارات أكبر تعتبر أكبر تجمع لها على مستوى العالم. تقوم الدولة متمثلة بهيئة البيئة أبو ظبي بالتعاون طبعاً مع السلطات المختصة في بعض الدول الأفريقية منها جمهورية تشاد لدراسات جينية وفحص طبي لاختيار الخطيع العالمي بهدف إعادة توطينه في بيئتها الطبيعية في أفريقيا، وفعلا نجحنا بتوطين أكثر من 150 نوع من أنواع بحراب في أفريقيا. قصة نجاح ثانية في نوع مختلف هي إكثار وإعادة توطين الحبارة في البرية. مثل ما تعرفون الصيد جزء لا يتجزأ من ثقافتنا العربية، وللمحافظة على الطيور الطبيعية تم إنشاء العديد من مراكز المتخصصة في إكثار وإطلاق أو توطين الحبارة البرية في العديد من دول العالم. تم إنتاج أكثر من 60,000 طائر حبارة في مرافق الصندوق التخصصية الموزعة في أبوظبي والمغرب وكازاخستان، ورفع أعداد طيور الحبارة التي تمكن الصندوق من إكثارها من بداية برنامج الإكثار إلى أكثر من 480,000 طائر، إلى جانب ما تم إطلاقه من الصندوق نتكلم على تقريبا ما يقارب 300,000 طائر على امتداد انتشار هذه الطيور من المغرب إلى تقريبا منغوليا في شرق الكرة الأرضية. أطلق أيضا الصندوق برامج تعاون مشتركة مع روسيا مع إسبانيا مع الهند بهدف إعادة الأنواع المهددة بالإنقراض، ويعمل أيضا الصندوق حاليا على تنفيذ برامج مشتركة مع أكثر من 22 دولة متصدرة، بذلك جهود البحث العلمي في هذا المجال على المستوى العالمي. طبعا جهودنا في البحر ما نسيناها، قامت دولة الإمارات بحماية السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض عن طريق حماية موائلها، إعلانها مناطق محمية، تطوير التشريعات الوطنية والمحلية، وبناء مراكز إعادة تأهيل السلاحف البحرية. من بداية المشروع اللي انطلق قبل 10 سنوات، تم إعادة أكثر من 1300 سلحفاة بحرية إلى مياه الخليج العربي. عام 2019 كان مميز، تم إطلاق أكثر من 80 سلحفاة بحرية من سلاحف منقار الصقر واللي مهددة بالإنقراض على امتداد شاطئ جزيرة السعديات في أبوظبي. الصقور مرتبطة بالحبارة، بلغ عدد الصقور اللي أطلقها برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في عام 2019 ما يقارب 1920 صقر، معظمها من أنواع الحر والشاهين اللي هم يعتبرون من أنواع المعرضة بالإنقراض. في هذه الإطار طبعا جهود المحافظة على الحياة البرية للصقور وزيادة أعدادها وارتباطها بشكل وثيق بتراث دولة الإمارات والرياضة العريقة رياضة الصيد بالصقور. في ظل استهداف دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة والعمل على إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة،
ما أهم التشريعات والبرامج التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة الحالية للعمل على تعزيز التنوع البيئي وحمايته؟ حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته وتعزيز الموارد الطبيعية الداعمة له أولوية من أولويات الوزارة والحكومة الاتحادية بشكل عام، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية المحلية. لذلك عملنا عبر أقرار حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتحقق هذه الأهداف، وتواصل العمل وجهود الدولة لضمان تحقيق استدامة هذه الموارد الطبيعية. من بعض البرامج اللي اشتغلنا عليها في الوزارة تطوير خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي. طبعا هو المشروع عبارة عن مجموعة من المساحات البيولوجية والجغرافية، كذلك التقييمات البيئية والاقتصادية لهذه البيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني. طبعا هذا باستخدام افضل الممارسات العلميه والتكنولوجيه وباستخدام واستقطاب خبرات عالميه. الهدف الرئيسي من هذه المبادره تحديد الموارد الطبيعيه الموجوده في الدوله، تقييمها بيئيا واقتصاديا، كذلك تحديد النظم الايكولوجيه على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصاديه. فاي مشاريع ممكن بسهوله يتم ادراج الجانب البيئي والاعتبارات البيئيه قيمتها في هذه المشاريع. هذه طبعا المشروع عباره عن خرائط ذكيه متطوره وسهله الاستعمال، تكون متاحه لجميع متخذي القرار والرجال الاعمال المهتمين في تطوير واستخدام الاراضي والاستثمار، وكذلك الدراسات في مجال الاستثمار المختلفه. مشروع ثاني هو المشروع الوطني قائمه الانواع الغازيه. طورت الوزاره بالتنسيق مع الجهات المحليه والتعاون مع الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه دراسات حول ما هي الانواع الدخيله على بيئه دوله الامارات، شو هو اثرها البيئي وعلى التنوع البيولوجي الطبيعي الموجود معنا في الدوله. الدراسه اسفرت عن تحديد 24 نوع غازي وغريب على الدوله. حددنا ايضا خارطه المواقع الهامه للطيور في الدوله وفق المعايير الدوليه لمنظمه بير لايف. حددنا ايضا من خلال هذا المشروع حمايه وتحديد واداره شبكه مواقع الاسراب المختلفه للطيور المتواجدة جغرافياً على أرض الدولة، والتأكد من استمرارية بقائها على المدى الزمني البعيد، وكذلك ما هي الجهود المحلية لضمان المحافظة على هذه الأنواع ومساهمتها في السياحة البيئية اللي بتكون لها دور كبير في مفهوم السياحة العالمية. طبعاً تم تطوير الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في الدولة. تم تطوير الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها. تم إطلاق مشروع رائد اللي هو مشروع السياحة البيئية كنوز الطبيعة في الإمارات عام 2018. تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وتم إضافة عدة محاور له منها السياحة الزراعية للمشروع. المشروع السياحة البيئية يضم العديد من المواقع ومعلومات متكاملة لأكثر من 120 موقع في الدولة، تعتبر من المحميات الطبيعية، مناطق أثرية، مناطق رياضية بيئية، منتجعات، فنادق، أماكن ضيافة لتطبق اعلى معايير البيئيه العالميه. طبعا بالاضافه الى بعض مجموعه المزارع الخاصه التابعه لمواطني الدوله اللي هم يقدمون خدماتهم للجمهور بشكل مباشر. طبعا ساهمنا في اعلان 10 مواقع معتمده في قائمه رمزار للاراضي الرطبه ذات الاهميه العالميه. الاراضي الرطبه وقائمه رمزار تعتبر من اهم المواقع لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون والاحتفاظ بالمياه كمخزون استراتيجي للمستقبل. المحميات اللي تم الاعلان عنها في قائمه رمزار هي محميه الوثبه، محميه سير بنعير، محميه الزوره، محميه راس الخور، محميه بوسايف، محميه الحفيه، القرمش الشرقي، محميه جبل علي، محميه وادي الوريعه، ومحميه حتى ومحميه واسط الطبيعيه. عملنا على مشروع تحديث القائمه الحمراء للانواع المهدده بالانقراض، وكذلك مشروع تعزيز الموائل الطبيعيه والاصطناعيه للبيئه البحريه في الدوله. نزلنا اكثر من 3000 كهف لتعزيز المخزون للموائل الطبيعيه والثروه السمكيه في الدوله. تم زراعه الالاف من اشجار القرم، مواصلين في هذا المشروع السيد سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس مجلس اداره هيئه ابو ظبي اعلن عن مشروع استراتيجي لزراعه 25 مليون قرم في منطقه الضفره من الدوله. زراعة الألاف والعديد من المرجان، وكذلك تطوير حاضنات سمكية. أيضا تم تطوير مشروع استراتيجي وهو مشروع الزراعة المحلية باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار، واللي استهدف توظيف هذه التكنولوجيا في نثر وزراعة بذور العديد من الأشجار المحلية واللي تمثل أساس في التنوع البيولوجي النباتي المحلي. عبر المشروع تم نثر أكثر من 6 ملايين بذرة لأشجار السمر وأكثر من 250 ألف بذرة لأشجار الغاف قبل موسم المطر، بهدف الاستفادة من الأمطار
في الحصد والضمان نجاح هذه التجربة. يمثل دعم وتعزيز الجهود الدولية لضمان حياة أفضل نهج دولة الإمارات في التعامل مع جميع التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، فما أهم الجهود وسبل الدعم التي تم توفيرها وتقديمها لحماية التنوع البيولوجي عالمياً؟ مسيرة دولة الإمارات في دعم وتعزيز التنوع البيولوجي عالمياً منذ تأسيس الدولة على يد الوالد المؤسس بقول له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وطبعاً البرامج العديدة اللي تم إطلاقها للكثار وعالة التأهيل اللي تكلمنا عنها قبل شوي. طبعاً إحدى المبادرات المتميزة حالياً هي إطلاق صندوق شيخ محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية، واللي يعتبر أحد أهم وأنجح نماذج دولة الإمارات لحماية التنوع البيولوجي عالمياً. طبعاً عندنا جهود متميزة محلياً قاعدين نبرز أيضاً خارجياً، والصندوق له دور كبير في حماية الكائنات الحية. يعتبر الصندوق أحد أهم المنظمات المانحة للمساعدات البسيطة والصغيرة الموجهة للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهددة للانقراض. يركز الصندوق على الأنواع المهددة من الدرجة الأولى والمعرضة للخطر وفق القائمة الحمراء طبعاً للمنظمات الدولية منها الاتحاد العالمي للصون للطبيعة، واللي تعتبر من الأنواع اللي فعلاً عانت نوع من الإهمال العالمي ولم يتم تقييمها بطريقة صحيحة لمعرفة إمكانية استمرارية وجودها في بيئتها الطبيعية. نجح الصندوق منذ تأسيسه في عام 2008 حتى الشهر الماضي في توفير حماية لأكثر من 1350 كائن حي كان مهدد بالانقراض أو معرض للخطر، أو تم تقديم أكثر من 2150 مشروع يعني بالمحافظة على هذه الأنواع، وقيمة المنح تجاوزت 20 مليون دولار. آخر الإحصائيات اللي تم صرح عن الصندوق بيّنت أن المنح قدمت العديد من المشاريع في العديد من الدول وصلت ل 160 دولة على مستوى العالم. على عجالة، المنح المقدمة من الصندوق كانت تستهدف تقريباً 1,700,000 دولار تقريباً لحماية البرمائيات، 3,150,000 راح مليون دولار لحماية الطيور، 1,410,000 دولار لحماية الأسماك، و 442,000 دولار تقريباً لحماية الفطريات، 1,200,000 دولار لحماية الأفخريات، 7,600,000 دولار لحماية الثدييات، 2 مليون تقريبا لحماية النباتات، و1,400,000 دولار لحماية الزواحف. بعد الحديث عن الجهود الدولة دوليا وأيضا محليا، لا يعتمد العمل من أجل البيئة على جهود الحكومات ودورها في التشريع وإطلاق المشروعات فحسب، بل تمثل مشاركة مكونات المجتمع كافة وبالأخص الأفراد الجزء الأهم لتحقيق نجاح هذا العمل. كيف يمكن رفع وعي الجمهور بأهمية التنوع البيولوجي وتحفيزه للمشاركة في جهود حمايته؟ القيادة في دولة الإمارات والوزارة وأيضا جميع الجهات المحلية المعنية بالقطاع البيئي في الدولة على توظيف جهودها لتحقيق استدامة كافة القطاعات التابعة لها. طبعا إشراك المكونات المجتمع المختلفة من جهات، من مؤسسات اتحادية ومحلية، قطاع خاص، أفراد المجتمع، الشباب، المنظمات غير الحكومية في هذه الجهود. طبعا اشراك الافراد المجتمع له اهتمام خاص والسبب الرئيسي ليس فقط رفع الوعي بين الجمهور باهميه المحافظه عليها، ولكن تحفيزهم انهم يكون لهم دور كبير في تحقيق استدامه هذه الانواع اللي هي تعتبر كنز طبيعي للاجيال المستقبليه. لسبيل رفع الوعي للافراد وتعزيز مشاركتهم طبعا معنا في الوزاره، تم اطلاق العديد من البرامج والفعاليات، منها معرض بيئتي مسؤوليتي الوطني واللي نظم بشكل سنوي يستهدف بشكل كبير طلبة المدارس، مبادرة إشراك كبار المواطنين في زراعة الأنواع المحلية منها زراعة أشجار الغاث، حملات دورية لتنظيف البيئة البحرية والبرية، فعاليات زراعة الأعشاب المرجانية، شراكة مع المدارس في زراعة الأشجار المحلية، تنظيم مخيمات للشباب في المحميات لتعريفهم في الكنوز الطبيعية الموجودة معنا في الدولة والتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي، كذلك إطلاق العديد من المسابقات البيئية بشكل دوري اللي نستهدف فيها رفع وعي الجهات والجمهور بجميع فئاته. طبعا في جهود ايضا على مستوى الجهات المحليه اللي هي تكمل الجهود اللي تقوم فيها الوزاره، ونحن كنا متاملين
ومتأكدين أن الجمهور بيكون جزء لا يتجزأ من المحافظة على هذا الكنز الطبيعي وضمان استمراريته واستدامته للمستقبل. شعار اليوم البيئة العالمي لهذا العام هو المحافظة على التنوع البيولوجي، وآخر عامين كان هناك تركيز كبير من جميع شركائنا المحليين والدوليين بالاستهداف الحلول الطبيعية المستندة على التنوع البيولوجي الطبيعي في إيجاد المقترحات المناسبة للتحديات التي تواجه العالم، منها تغير المناخ ومنها الضغوطات الكبيرة في التنوع البيولوجي. الجميع مسؤول عن المحافظة وحماية هذه الأنواع، محافظة على التنوع البيولوجي. الجميع لازم يكثف ويتكاتف مع بعض للاستدامة والديمومة لهذه الأنواع الطبيعية. الجميع مسؤول، الجميع المفروض يكون عنده الحس البيئي في كل اللي يقوم فيه من مشاريع ومبادرات تخدم الوطن وتخدم العالم. شكرا معاليك، كل الشكر والتقدير لمعاليك على هذه المحاضرة التي أشارت إلى التنوع البيولوجي الذي تتمتع به دولة الإمارات وأهمية تضافر جميع أفراد المجتمع للحفاظ على الجهود المبذولة لحماية البيئة. وفي نهاية هذه المحاضرة أكرر باسم سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكر والتقدير لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ولكم أيها المشاهدون، وإلى اللقاء في فعالية مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.